بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا، اللهم أمين. لا زال الحديث موصولا بنا حول القصص القرآني، ويمكن دي الحلقة الثالثة في قصة سيدنا نوح في سورة هود. تعالوا بنا نكمل الآيات التي ابتدأناها في الحلقتين الماضيتين ونقرأ هذه الآيات معا. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. في هذه الآيات الكريمات البينات المباركات من كلام مولانا جل وعلا، يقول سبحانه لسيدنا رسول الله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يا نوح، لن يؤمن من قومك إلا العدد الذي آمن معك، فلا تبتئس. يعني تبتئس؟ يعني لا تحزن، لا تحزن بما كانوا يفعلون، لا تحزن مما يفعل هؤلاء القوم من تكذيبهم إياك. ده قيل في بعض الروايات وفي بعض التفاسير إن اللي آمن بسيدنا نوح 6 من الرجال والنساء، وقيل 80، 40 رجل و40 امرأة، وهنأتي لذلك بالتفصيل بعد قليل. فربنا بيقول له فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وبعدين ربنا أمر سيدنا نوح بقى بأن يصنع السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك يعني اصنع السفينة بأعيننا، أي تحت عنايتنا وتحت رعايتنا وتحت أنظار مولانا جل وعلا. ووحينا أي بأمرنا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تسأل يا نوح عن الذين ظلموا أنفسهم بعدم اتباعك وبعدم الإيمان بك ولم يلتفتوا إليك وإلى أمرك. ليه؟ لأن القضية أبرمت وقدر الله نافذ لا محالة، إنهم مغرقون. الذين لم يؤمنوا معك يا نوح سيغرقهم الله جل وعلا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، سيدنا نوح يصنع هنا جد بالمضارع عشان هو مستمر في الصنع. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كلما مر عليه جماعة من الكفار الذين لم يؤمنوا به سخروا من نوح. سخروا أي استهزأوا. حتى إن بعض التفسير يعني بتعلق على الآية ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون جاءت بعد دعاء سيدنا نوح، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فربنا قال له كده: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
استجاب الله لدعوة سيدنا نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ويصنع الفلك، وهو بيصنع الفلك في أثناء صنع السفينة بيمر عليه بقى الجماعة اللي هم كفروا وظلموا أنفسهم بعدم اتباع سيدنا نوح. كلما مر عليه ملأ من قومه جماعة سخروا منه، قال إن تسخروا منا، أنتوا بتسخروا مننا الآن، إن أنا بصنع السفينة أنا وجماعة معايا وبنصنع السفينة على الأرض اليابسة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إحنا هنسخر منكم كما أنتم تسخرون الآن، نسخر منكم الآن وسنسخر منكم بعد ذلك. نسخر منكم الآن أنكم ما آمنتم ولا اتبعتم، وسنسخر بعد ذلك بإغراقكم لأنكم كذبتم أمر الله. في آيات تانية بعدها أيضا، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. بعد الفاصل نكمل الآيات، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني ولسه مع آيات سورة هود والحديث عن سيدنا نوح. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنتوا بتسخروا الآن وإحنا هنسخر منكم الآن ونسخر منكم بعد ذلك، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم عليكم بالإغراق. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، العذاب هيبقى فيه خزي وندامة لمن طمس الله على بصيرته ولم يؤمن معنا. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه، أي ينزل عليه عذاب مقيم، هيبقى في عذاب وفي يعني مخلد في النار والعياذ بالله. وبعدين ربنا بقى يحسم القضية، حتى إذا جاء أمرنا، جاء الوقت المحدد وفارت النور، اللي هو الخباز، المخبز فار بالماء اللي هو المكان اللي بيضعوا فيه الخبز، ودي كانت علامة لسيدنا نوح. قل نحمل فيها، ربنا أصدر الأمر لسيدنا نوح، احمل في السفينة من كل زوجين اثنين، قال لك السباع والدواب والطيور، حتى قيل إن سيدنا نوح كان يضرب بيده اليمنى فيكون معه ذكر، ويضرب باليد اليسرى فيكون معه الأنثى من السباع والدواب والطيور. فامتلأت سفينة سيدنا نوح بكل الأنواع ومن كل زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى. فقلنا وفار التنور، وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. خد بالك، أهل سيدنا نوح، مين أهل سيدنا نوح؟ أولاده، إلا زوجة سيدنا نوح وابنه كنعان. كان عنده أولاد تانين؟ كان عنده أولاد آخرين. قيل إن كان عنده سيدنا نوح كان عنده سام، وكان عنده حام ويافث. سام وحام ويافث، وبالمناسبة حام ابن سيدنا نوح هو جد المصريين. زي الكلام ده، إن سيدنا نوح حام ابنه كان عنده ولد اسمه بيصر، وبيصر جاب ولد اسمه مصر، مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. وسيدنا نوح دعا لولده ولولد ولده وقال له أسكن الأرض المباركة اللي هي مصر، ودعا له ولأولاده ولذريته من بعده، وإن فيها نهر من أعظم الأنهار، ودعا بالبركة في ثمارها. ويمكن بعد كده نبقى نتعرض لهذا الأمر بشيء من التفصيل. اسمه مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح. فربنا نجى سام ابن نوح وحام ابن نوح ويافث ابن نوح، وأغرق مين؟ أغرق كنعان ابن نوح وزوجة سيدنا نوح. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما.
الخيانة هنا ليست المعروفة التي يعرفها الناس، وإنما الخيانة بعدم الاتباع، هم كفروا بنوح ولوط ولم يؤمنوا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فربنا بيقول له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. من سبق عليهم القول بالإغراق والإهلاك كنعان وزوجة نوح، إنما اللي ربنا نجاهم مع نوح يافث ابن نوح وحام ابن نوح وسام ابن نوح، وقيل ما آمن معه إلا قليل، قيل 6 رجال بالنساء، وقيل 80، وهذا الأقرب للصواب، 40 رجل و40 امرأة أزواج ذكور وإناث. فنجاهم الله مع سيدنا نوح وتكاثر الجنس البشري بعد هذا. طب إيه اللي حصل في أمر الإغراق بقى؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وسيدنا نوح نادى على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ده اللي هنعرفه بقى الحلقة اللي جاية إن شاء الله. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: ما حكم زيارة مسجد قباء في يوم السبت؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن زيارة مسجد قباء في يوم السبت سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله، يعني لو الحاج أو المعتمر وافق أنه موجود في المدينة المنورة على منورها ومعطرها ومطيبها أفضل الصلاة والسلام في يوم السبت، يفضل أن يذهب لزيارة مسجد قباء. وسيدنا النبي كان يزور مسجد قباء في كل يوم سبت راكبا وماشيا، مرة يروح راكب الدابة ومرة يروح ماشي صلى الله عليه وسلم. ودلوقتي في المدينة عملوا ممشى اسمه درب أهل السنة أو ممشى السنة ما بين المسجد النبوي ومسجد قباء، الناس يمشون في هذا حوالي 3 كيلو بين مسجد سيدنا النبي ومسجد قباء، يذهبون إليه إما مشيا على الأقدام أو ركوبا، ولا حرج في هذا. من تطهر في بيته أو في محل الإقامة السكن أو الفندق اللي هو ساكن فيه، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين كان له ثواب عمرة، ينفع يوم السبت، ده سنة. طب لم أتمكن من الذهاب يوم السبت، في أي يوم اذهب إلى مسجد قباء وصل فيه، وهو أول مسجد بني في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد المبارك مسجد قباء أول مسجد بناه النبي عندما دخل مدينته المنورة وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. فيجوز الذهاب إليه يوم السبت أو في غير يوم السبت، لكن السنة والأفضل والمستحب أن تذهب إليه في يوم السبت، ويجوز أن تذهب إليه راكبا أو ماشيا وتصلي فيه 2 ركعتين وثوابهما ثواب عمرة إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر لي ولكم حج بيته الحرام والصلاة في مسجد قباء والصلاة في الحرمين الشريفين، اللهم أمين يا رب العالمين. شوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.